السلام عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. معكم الأستاذ محمد ياسين الساري. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نكملو على تمرين 13. مزيان. إذا في الفيديو السابق كنا خدمنا السؤال الأولاني اللي حددنا فيه الدي دو إف ولا قلنا هي مزيان. إذا السؤال الثاني قالك أدرس اتصال إف على ديك الدي دو إف، يعني إتي دي لا كونتينيتي دو إف سيغ على أون دي دو إف، مزيان، اللي هي إخ. إذا غادي نمشيو ندرسو هاد الدالة هادي كاملة، اتصال ديالها على من؟ على إغ، لي هي دي دو إف، صافي؟ مزيان. إذا كيفاش غادي نعدلو؟ إلا لاحظتو معايا في التمرين اللي سبق من هذا اللي هو 12 تقريبا كان بحال هذا، شنو كنا عملنا؟ شنو الخطوات اللي تبعنا؟ دونك جبرنا هاد الدالة هادي اللي كنا سميناها إف واحد، وبيناها متصلة على داك المجال إي واحد ديالها، حيتاش هذا إي واحد وهادي إف واحد، مزيان. عاود غادي نمشي الخطوة الثانية، دابا هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية غنمشي نشبر هاد الدالة هادي وغندرسها على المجال هذا، يعني الاتصال ديالها على هاد المجال، وهادي هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة إلا لاحظتي معايا غيبقى لي المشكل في العدد واحد، إلا لاحظتي راني عندك أكبر قطعا هنا عندك أصغر قطعا. إذا أنت ملي كتهضر على الاتصال فراك أنت في هاد اللحظة مكتهضرش، حيت دابا هنا غيكون عندنا اتصال لليمين واحد ياك، هنا غيكون اتصال لليسار واحد. اذا حنا في هاد المجالات اللي كتكون كتخدم عليهم اي واحد و اي جوج، راك انت ما كتكونش كتكلم على العدد واحد، انت كتهضر على واحد بلس لانفيني، وكتهضر في الداله الثانيه على مو لانفيني حتى لواحد، ولكن العدد واحد بالضبط واش كتكون كتهضر عليه؟ ما كتكونش كتهضر عليه. علاش ما كتكونش كتهضر عليه؟ حيت اش الا لاحظتي معايا هاد المجالات هنايا راه عندنا قطعا، اذا ملي كتقول انت اكبر قطعا من واحد فمعنى المجال مفتوح، يعني من واحد بلس لانفيني، وملي كتقولي اصغر قطعة من واحد راه معنى من مول انفيني لواحد، اذا في واحد المجال مفتوح. واذا في المجال الاولاني انت ما كتهضرش على واحد، وفي المجال الثاني انت ما كتهضرش على واحد، اذا تهضرتي دابا كتهضر على واحد بلس انفيني في المجال الاول، والداله الثانيه كتهضر على مول انفيني من واحد، شنو كيبقى ناقصك؟ كيبقى ناقصك الاتصال في العدد واحد، اذا هو اللي غنستخدمه هنا، صافي، اللي هو الخطوه الثالثه. اذا باش نوضحوا الامور باش تعرفوني شنو غادي نعمل، الخطوه الاولانيه غندرسوا الاتصال، يعني لا كونتينيتي على ايش؟ على واحد بلس لانفيني، الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه غندرسوا كذلك الاتصال على من؟ على مول لانفيني من واحد. الخطوه الثالثه شنو غادي نمشيو؟ غنمشيو ندرسوا الاتصال في العدد واحد، حيتاش غيبقى ناقصنا غير عدد واحد باش نكونو كملنا إخ، صافي، حيتاش نتا ملي كتهضر على واحد بلس لانفيني وكتهضر على مول لانفيني واحد، فراه كيبقى ناقصك العدد واحد باش تكمل إخ، حيتاش قالك أدرس اتصال على دي دو إف، ودي دو إف هي إخ، إذا واش كتما هضرتي لا إخ ما درستيش الاتصال إخ كامل، باقي ناقصك العدد واحد، إذا الخطوة الثالثة غادي نمشي ندرس في العدد واحد باش كتما هضرت على دي دو إف كاملة، صافي. إذا هادو هما الخطوات اللي أنا غادي نمر منو باش ماشي نبدا التمرين ديالي وانت اصلا ما عرفتش حتى انا شنو باغي نعمل، صافي. اذا الخطوه الاولانيه غادي ندرس الاتصال على واحد بلس لانفيني باين داله، بالداله هادي، حيت هاد اي واحد راه تابع لهاد الداله هادي، عاوز اي جوج من تابع تابع لهاد الداله هادي، صافي. اذا راه ما يصفر الان يصفر التخربيق هذا كامل، هنا باقي كتابه بزاف، دابا غادي نجي نمسح هادشي هذا بعدا مبقاش مرونا، مزيان مزيان مزيان، صافي بارك. إذا نبداو بالدالة الأولانية، ياك الدالة الأولانية قلنا دابا شوف أنا رسمكم هادشي هذا باش متلونوش، إذا غنجيو ندرسو الإتصال على واحد بلس لانفين، ياك حتى هذا راه كيمثل لي أش؟ كيمثل واحد بلس لانفين، بإينا دالة؟ بهاد الدالة هادي، صافي. اذا غادي نجي غادي نقول اول حاجه نمسح هادشي هذا، بس الشباب عندي واحد التليفون كيصوني وانا نرجع، لان الشباب نكملوا التمرين ديالنا. اذا كنا نمسح هادشي هذا بعد الاولانيه، مزيان مزيان. اذا اول حاجه قلنا غادي ندرسوا الاتصال على ايش؟ على واحد بلس لانفين. اذا نجي نقولوا مثلا اول خطوه غادي نجي نقول هنايا باش نعرف راسنا زعما شنو كنعدلو، غنجي نقول مثلا نمشي للمغايرة نقول لندرس اتصال
شكون الدالة ديالي؟ هي جوج جذر إكس ناقص واحد زائد إكس زائد جوج. هي هذه الدالة ياك، هي هذه إكس ناقص واحد زائد إكس زائد ثلاثة زائد ثلاثة، أنا هي زائد ثلاثة. مزيانة، ملي جيت نقل الدالة تأكد منها. علاش؟ على المجال. شكون المجال ديالها؟ المجال ديالها يعني إكس كبير من واحد اللي هو واحد بلوس لانفين. مزيان، واحد بلوس لانفين. هذه هي الخطوة الأولانية بعد، صافي. يعني اون فا اتيدي، نقول اون فا اتيدي لا كونتينيتي دو راسين كاري دو اكس موانز ان بلوس اكس بلوس 3 سور اش لانترفال ان بلوس لانفين. هذه الخطوة الأولى. إذا كيف ما كتعرفوا هاد الدالة هادي شنو نسميوها؟ ضروري خصك ترجع لفقرة درس الاتصالات، هذا كنا ديش هضرت على الفقرة الاتصال في ماجي، خصك ضروري ترجع ليه باش فهم داكشي الديتاي. إذا إلا لاحظت مع هاد الدالة هادي كتكون مجموعة دالتين، يعني هاد النوع هاد الداول عبارة عن الدالة ديال الجذر ديال راسين كاري، وهادي عبارة عن الدالة ديال لي بولينو. اذا هذه نحاول نقسم على شكل اف، يعني واحد الفونكسيون زائد واحد الفونكسيون واحد الداله اخرى. غنمشي ندرس الاتصال هذه، غنمشي ندرس الاتصال هذه، وفي الاخر غادي نقولوا هذه الداله ماله عباره عن مجموع دالتين متصلتين، يعني لا سوم دو فونكسيون كونتين، صافي. اذا نجي ندرس الاتصال ديالاش ديال اكس زائد 3. اذا غادي نجي غادي نقولوا مثلا نقولوا الداله x زائد 3 مالا تشهد نوع بوحديت متصلة على r، وبالخصوص على اين ما جا خصني واحد بلس لانفين، وبالخصوص على واحد بلس لانفين. علاش؟ لانها اقول دالة حدودية زيد و واحد بلس لانفيني انكلف r، يعني ضمن r. علاش قلنا متصلة على r؟ حيتاش حدودية، عندنا قاعدة أن ملي كتكون حدودية كتكون متصلة على إيغ. علاش قلنا بالضبط متصلة على واحد بلوس لانفين؟ حيتاش بما أنها متصلة على إيغ، وأصلا واحد بلوس لانفين راه فوسط إيغ، إذا إلا كانت متصلة على إيغ راه تكون متصلة على واحد بلوس لانفين. إلا عملت هنا من واحد بلوس لانفين أنكلف إيغ. واضحة النقطة؟ مزيان. إذا كيفاش نعبرو عليهم فرونسي؟ غادي نقولو كونتينيو سور إيغ أون بارتيكيليير sur 1 plus l'infini. علاش؟ car c'est un polynôme. Alors pour la fonction polynomiale. Polynôme i ou a i 1 plus l'infini mais là inclus r. Ah, nous salim mal juste le oulani de la dienne. Il est où هذا؟ هذا دابا حنا سالينا منه، صافي. مزي اولان لونو شي لون اخر، صافي. حنا سالين مع الجزء هذا، صافي. ارا ندوزو دابا للجزء هذا الثاني، هذا ارا ندوزو نتكلمو عليه دابا. الله يجازيكم بخير، نساو عليا هاد العدد جوج، صافي. هاد العدد جوج نساوه. ركز معايا على جذر اكس ناقص واحد. هادي من كتشبه، هادي كتشبه واحد الداله اللي جذر اف، هادي راه كتشبه جذر اف. اذا هادي كما شفنا القاعده ديال باش تكون هادي كامله متصله، شحال الشروط خصهم يتحققوا؟ خصهم يتحققوا جوج. خصها تكون اف متصلة، يعني ديك الدالة اللي تحت الجذر خصها تكون متصلة، والشرط الثاني خصها تكون اف مالا موجبة على ديك المجال اللي حنا كندرسوه، صافي. إذا هنا باش يكون هذا متصل كامل خصو يتحقق جوج الشروط، خصها تكون اكس ناقص واحد متصلة، وخصها تكون اكس ناقص واحد موجبة إلى مجال في المجال واحد بلوس لانفين، حيت هذا حنا خدامين دابا في واحد بلوس لانفين، صافي. اذا هادو هما الحاجات اللي غنبدا بهم. اذا دابا غنمشي نقول له بلي اكس ناقص واحد متصله، ومورا غادي نمشي نبين بلي اكس ناقص واحد راه موجبه، وديك الساعه غادي نقول له اذا هذيك راه تكون متصله، واضح. اذا هادو هما الخطوه. ديما الشباب خصك ترسم الخطه، خصك ترسم الخطه اللي غدوز عليها باش تعرف راسك فين كتمشي. اذا دابا غادي نجي، غادي نجي هنايا غادي نقول دابا الجزء الثاني، حنا نهضروا على الثاني. لا غادي نقول اكس ناقص واحد، حيت قلنا نهضروا على اكس ناقص واحد مالو متصله على r، وبالخصوص على واحد بلس لانفيني. علاش؟
حيتاش هادي اكس ناقص واحد راه حدودية بحالها بحال اكس زائد ثلاثة، لأنها حدودية و واحد بلس لانفيني ضمن اخ. دابا هادي بلا ما نعبر عليها بالفرنسي صافي راها باين، عادي غادي تقول هنايا هادي كونتيني سيغ اغ اون بارتيكولي سيغ ان بلس لانفيني كاغ سي ان فونكسيون بولينوميال اي ان بلس لانفيني انكليف اغ، هادي صافي باين. هذا قلنا الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية خصني نبين سيدي ديك اكس ناقص واحد مالا موجبة اين مجال في المجال ديالي اللي هو اش واحد بلس لانفيني، حيتاش حنا خدامين في المجال واحد بلس لانفيني صافي مزيان. اذا هنايا باش ندرسو الاشارة د واحد بلس لانفيني عفوا اكس ناقص واحد ماشي زعما شي حاجة صعيبة، يعني سوفي نعملو واحد لونكادغومون صافي، يعني نعملو واحد التأطير صافي. انا اكس ديالي فين كتنتمي، اكس ديالي مالا فين كتنتمي، كتنتمي لموال لانفيني ياك؟ لا شنو قلنا؟ لا ما عندناش موال لانفيني، قلنا اكس ديالنا كتنتمي لهاد المجال هذا اللي هو واحد بلس لانفيني. اذا غادي نجي غادي نعمل له اكس ديالي كتنتمي، غنعمل واحد التأطير اكس كتنتمي لواحد بلس لانفيني امبليك اش، شنو المعنى ديالها؟ معناتها ان اكس غتكون اكبر قطعا من واحد، حيتاش اكس كينتمي لواحد بلس لانفيني فمعناتها ان اكس اكبر قطعا من واحد. انت شنو بغيتي؟ انت بغيتي تدرس الاشاره ديال ملوسين اكس ناقص واحد. اذا هنايا هاد واحد شنو غنعمل؟ غنديها لطرف اخر ونبدل الاشاره، هنا غادي ترجع لاكس ناقص واحد وهنا غتبقى اكبر قطعا من زيرو، باش ها انا حصلت على اكس ناقص واحد. اذا اكس ناقص واحد الاشاره ديالها كيفاش كتبان لكم؟ موجبه. اذا شنو قلنا في الاول؟ قلنا ان عندنا جوج الشروط، الشرط الاولاني هذه خصها تكون متصله والشرط الثاني خصها تكون مجابه. اذا حنا عملنا التعطيل وبينها بلي مجاب، هادشي غادي نمسحها. اذا دابا شنو غادي نستنتج؟ شنو الاستنتاج ديالي؟ بان الشباب شوف انتم دابا ملي غادي تنقلوا التصحيح، ملي غادي تنقلوا التصحيح باش ما تروهوش، هذه هي الاولى وهذه هي الثانيه صافي. ودابا غادي نجي نكتب هنايا غتكون هي الثالثه، يعني هذه السبوره الثالثه. اذا غادي نجي نقولوا اذا اكس اكس جذر اكس ناقص واحد مالا متصله على هنا مجال نخدم في واحد بلس لانفيني، حيتاش بين اكس ناقص واحد متصله وبين اكس ناقص واحد موجب. واذا شنو غادي تكون؟ غتكون متصله، حيتاش هادو هما جوج الشروط ديالي. شنو غنقولو هنايا؟ غادي نقولو دونك راسين كاري دو اكس موان زا مالا اي كونتيني. دابا انا كنمشي معاكم شويه كونتيني سيغ ان بلس لانفيني مزيان. دابا بقالك شنو واحد الحاجه قلت لكم في الاول والشباب هادي زولوها ما تفكروش فيها، شكون هي؟ هي هاد جوج. دابا جا الوقت باش نهضروا على جوج. اذا الا كانت واحد الداله الا لاحظتوا معايا في القواعد مع الناشئ، الا كانت اف متصله وضربتيها في شي عدد فحتى هادي كتبقى متصله. اذا الداله ديالنا اش عندنا؟ عندنا بلي هادي مالا بلي هادي متصله، الا مشينا ضربناها في جوج غادي تبقى واحد الداله متصله. اذا شنو غادي نجي نقولوا؟ غادي نقولوا اذا على وبالتالي فحتى الداله اكس ليا جوج جذر اكس ناقص واحد، يعني واخا ضربها في جوج حتى هي غادي تبقى متصله على واحد بلس لانفيني. يعني تقول باغ سويت دو راسين كاري دو اكس موز ام على اي كونتينيو سور ان بلس لانفيني مزيان. اذا دابا حنا شنو بينا؟ ركز راه نجمعوا المعلومات، بينا ان هاد الجذر اكس ناقص واحد متصله وبينا ان اكس زائد ثلاثة مالا متصله. واصلا الداله ديالنا منين كتكون؟ كتكون هاد اكس زائد ثلاثة وكتكون هاد جوج جذر اكس ناقص واحد. اذا حنا بينا هادي متصله وبينا هادي متصله. اذا الا جمعنا جوج الداول المتصلين اش غادي يعطيونا؟ يعطيونا واحد الداله متصله، يعني كنقولوا لا سوم دو دو فونكسيون كونتيني اي ان فونكسيون كونتيني. اذا غادي نجينا هاد المرحله هادي الاخرانيه غادي نقول له ومن هنا استنتج او لا اذا الداله ديالي اللي هي الداله الاخرانيه جوج جذر اكس ناقص واحد زائد اكس زائد ثلاثة مالا متصلة على واحد بلس لانفيني. يعني غنقولو دونك اذا
الدالة هي جوج جذر إكس ناقص واحد زائد إكس زائد ثلاثة كونتينيو سور مالا أن بلوس لانفيني شي عادي. يعني واخا كتشوف دابا الطابلو عامر ولكن الصراحة راه مفيش زعما شي حاجة. هاي إلا لاحظتي إلا جيتي تشوف غتلاحظ أن الأمور بسيطة ماشي زعما شي حاجة اللي كطلب زعما شي حاجة كبيرة. إذا أنت أول حاجة كتسيب عينيك على الطابلو شني كتلاحظ؟ كتلاحظ ان خصنا باش نكون في لوغس كنترسمو الخطوات اللي غتمروا مني خصنا نبينو ان هذه متصله مزيان. هاد الداله هادي كتكون من جوج الانواع الداول راه فيها جوج الانواع. ارا شوفوا النوع الاولاني ديال لي بولينوم ديال هاد الحدوديات هادي هادي كتسمى محسوبه للحدوديات هادي بوحديتها. والنوع الثاني ديال الجذر المربع اذا غنتعاملو مع الاولى بوحده والثانيه بوحده. جينا بينا باللي اكس زائد 3 متصله صافي سالينا معاها. موراه فاش جينا نبينو جذر اكس ناقص واحد متصله هنا خصنا نبينو جوج الشروط. خصنا نبينو ان اكس ناقص واحد متصل وموراه عملنا واحد التأطير وبينا ان اكس ناقص واحد مجابه. اذا كملنا الشروط ديالنا وبالتالي شنو غادي نقولو؟ غادي نقولو ان جذر اكس ناقص واحد راها متصله مزيان. ولكن حنا بالداله ديالنا ديك جذر اكس ناقص واحد راه مضروبه فيها جوج. قلنا سيدي الا كانت عندك واحد الداله متصله يعني جذر اكس ناقص واحد متصله واخا ضرب فيها شي عدد ماشي مشكل كتبقى متصله مزيان. اذا دابا كتسمى هضرنا على الداله الاولانيه وهضرنا على الداله الثانيه. اذا غادي نقولوا هذه متصله على واحد بلس لانفين. ولو بغيتي تزيدوا غادي تقولوا لانها مجموع لان ما بقى ما رديتلاش البال. كان هنايا كنخصني نكتب اش كنخصني نكتب لانها مجموع اش دالتين متصلتين. قبل كنت كنكتبو كا لا صوم يعني مجموع لا صوم دو فونكسيون يعني لا صوم دو فونكسيون كونتينيو صافي. من الاحسن الشباب تزيدو هادي بين قوسين هنا اللي بالعربي يكتب لانها مجموع يعني علاش حيتاش مجموع دالتين متصلتين واللي بالفرنسي يكتب بين قوسين كا لا صوم دو فونكسيون كونتينيو. واضحة هادي؟ كنتمنى تكون واضحة. يعني الأمور بسيطة يعني إلا كنتي ديجا قريتي معايا هاد الفقرة هاد الفيديو السابقة غتلاحظ أن الأمور زعما ماشي مكطلبش زعما شي عناء كبير غير هي كتبالك واحد الكتابة بزاف. إذا الدالة الأولانية شادين المشكل ديالك هادشي هذا صافي شادين المشكل ديالك. أرا ندوزو دابا أش هادي صافي هادي زول دابا غادي ندوزو نهضرو على الدالة الثانية باش نتأكدو داكشي كيصور خلق الناس. إذا دابا غادي ندوز للدالة الثانية ركز معايا مزيان. دابا الدالة الثانية إذا هادي معنا غادي ندرسو الإتصال ديالها على من؟ على مول لانفيني أش مول لانفيني من واحد مول لانفيني واحد. علاش؟ حيتاش هاد الدالة حيتاش عندك إكس صغير من واحد وإذا غيكون هو مول لانفيني واحد مزيان. إذا غادي نجي غادي نقول عندك إكس أس زائد إكس زائد جوج. اذا غادي نجي في الفقره الثانيه غادي نقول له لندرس اتصال اش اتصال ناقص اكس اس 2 زائد اكس زائد جوج على اكس ناقص جوج ياك. صافي هي هذيك ما غلطناش فيها. على من؟ على اش عندنا؟ عندنا مول لانفيني ياك مول لانفيني واحد. هذا مول لانفيني واحد عادي بالفرنسي تكتب له اون فا ايتيدي لا كونتينيتي اون فا ايتيدي اش لا كونتينيتي ديال اش دو موان اكس كاري بلس اكس بلس دو سور اكس موان زان سور لانترفال موان لانفيني صافي. اذا نجيو ندرسو الاتصال ديالي مزيان. اذا هادي اين نوع الداول؟ إلا بقيتو عاقلين معايا إني نعود الدابة هادي سيتا فونكسيون أش فونكسيون غاسيونيغ يعني دالة جذرية. والدالة الجذرية شنو معنى التعريف دالة جذرية ولا فونكسيون غاسيونيغ؟ هي حدودية يعني بولينوم على من؟ على بولينوم. إذا أي حدودية على حدودية أش كتسمى؟ كتسمى فونكسيون غاسيونيغ أولا دالة جذرية مزيان. هاد الدالة الجذرية حسب القواعد الإتصال ديالها على من كتكون متصلة؟ قال لك سيدي كتكون متصلة على مجموعات تعريفية على مجموعات تعريفية يعني على الدومين دو ديفينيسيون ديالها مزيان. شنو هو الدومين دو ديفينيسيون ديال هادي؟ راه هو مول لانفيني جوج اتحاد جوج بلس لانفيني.
طيب يلا حطوا السؤال الاولاني، هادي شنو سميناه؟ سميناها اف جوج، ما كناش حددنا الدي اف جوج شكون هو؟ هو هذا. اذا هذه علامه متصله، متصله على المجموعه التربيعيه اللي هي موال انفيني جوج اتحاد جوج بلس انفيني. مزيان، ولكن حنايا علاش بغيناها تكون متصله؟ حنا بغيناها سيدي تكون متصله غير على موال انفيني واحد، بارك هادشي اللي خصنا. اذا بما انها متصله من موال انفيني جوج اتحاد جوج بلس انفيني، اذا غادي تكون متصله على موال انفيني واحد، حيت هاد المجال موال انفيني واحد درجه فوس راجه فوسط موال انفيني جوج جوج بلس انفيني. تقول لك كيفاش عرفتي انتينا مخشي فوسط ضد موال انفيني جوج جوج بلس انفيني؟ ها ها موال انفيني بلس انفيني، شنو عندك مشكل في عدد جوج؟ زول عدد جوج وخد هادشي هذا. في جا العدد واحد هو هنا جناي وهاد، ما كتلاحظوش ان المجال ديالك موال انفيني واحد اللي حنايا طالع عليها هاد الفيلم هذا كامل جا مخشي في هاد المجموعة التعريف اللي هي هادي. ها اذا الا كانت الدالة متصلة في هذا المجال هذا اللي بالكحل كامل، اذا بزز منها تكون متصله بهذا المجال الصغير، حيت هذاك راه فوسط منه صافي. اذا حنا شكون اللي قالنا هذه القاعده هذه؟ حنا الا رجعنا للقواعد غادي نقولوا ان الداله الجذريه كتكون متصله على مجموعه التعريف ديال، اذا غادي نجيو هنايا غادي نقولوا نيشان اش غادي نقولوا؟ غادي نقولوا صح هذا كتب شي لون واحد، غادي نجي غادي نقول نيشان نقول بلي ناقص اكس اس 2 زائد اكس زائد جوج على اكس ناقص جوج، ماله متصله على مجموعه تعريفها شكون هي؟ هي موال انفيني جوج اتحاد جوج بلس انفيني. وبالخصوص حنا ما خصناش هذا المجال هذا، حنا خصنا هذا المجال ديالنا اللي هو موال انفيني واحد، وبالخصوص على موال انفيني واحد. علاش شكون تاك الحق تقول ان مجموعة متصلة على مجموعة تعريفية؟ لانها دالة جذرية، كيش حدود اللي عندك تسمى دالة جذرية هي اللي عطاتنا الحق نقولوا ان مجموعة تعريفية. وشكون قال لك انها متصلة على هذا المجال هذا؟ و حيتاش موال انفيني واحد انكلو يعني فوسط اش؟ فوسط موال انفيني جوج اتحاد جوج بلس انفيني. شي كل حاجة كتكسبها كتكون عندها واحد منين جبتيها اولا عندها واحد المعنى، ماشي غير كنكسبو صافي اولا غير كنعمر السبوره. اذا نجي غادي نقول هنايا كونتينيو كونتينيو سور دومان دو ديفينيسيون اللي هو موال انفيني دو بلس انفيني، بالخصوص particulier sur h moins l'infini h car c'est une fonction voilà rationnelle i wa moins l'infini yak moins l'infini واحد حتىش moins l'infini واحد مالو راه ضمن ديك المجال ديالي اللي هو مجموع التعريف اللي هو جوج بلس لافين صافي، تكتبات في اتجاه اخر صافي. الشباب اذا بينا الدالة الاولانية، نرجعو بينا الدالة الاولانية متصلة وبينا الدالة الثانية متصلة، شنو المشكل اللي بقالنا؟ بقالنا في العدد واحد باش نكونو هدرنا على اف. اذا دابا شنو غادي نجي الخطوة اللي موراها؟ غادي نجي الخطوه الثالثه اللي بقات لي، راه في الاولى انا قلت لكم شنو الخطوات اللي غادي نخدم ليها. اذا دابا لي ندرس اتصال اف في واحد، باقي ناقصني غير نقطه واحد باش نكمل اف، حيتاش من موال انفيني واحد متصله من واحد بلس انفيني متصله، بما ان واحد ما نحسوش هنايا اذا قال لي العدد واحد هو اللي غادي نهضر عليه. اذا هضر الاخر من هنا غادي نقول مثلا با ايتيدي لا كونتينيتي دو اف اون ا اون مزيان، هادي هي الخطوه الاولى. اذا باش تكون واحد الداله متصله في عدد واحد خصص كل ليميت على اليمين كتساوي ليميت على اليسار كتساوي الصورة، هذا هو
اظن تعرف بواحد الداله متصله فواحد النقطه وهي كتكون فيها اليمين واليسار. اذا خصني نمشي نحسب الليميت على اليمين ونمشي نحسب الليميت على اليسار وخصهم يكونوا كيساوي اف واحد. اذا كانوا كيساوي اف واحد اذا الناس تكون متصله في واحد. اذا كانت الليميت مثلا على اليمين كتخالف اف واحد او الليميت على اليسار كتخالف اف واحد اذا الناس تكون الداله غير متصله في نقطه واحد. صافي اراد ان نحسبوا اف واحد شحال كتساوينا في التمرين. اف دو واحد راه عطاوها لنا هي 4 مزيان. نجيو نحسبوا على اليمين ليميت على اليمين. لا نجي نحسب ليميت على اليمين. اذا ليميت دو واحد بلس اف اكس يعني على اليمين اللي هي ليميت دو واحد بلس. ملي كيكون واحد بلس راه نهضر عليها هنا فين الداله اللي غنخدم بها على اليمين. بصح هادشي هذا باش مابقاش مرولنا بصح هادي باش مابقاش مرولنا. لا لا دابا حنايا بغينا واحد بلس ياك الشباب هادشي اللي بغينا. حنا بغينا واحد بلس. واحد بلس شكون الداله اللي غناخدها؟ دابا حنا ليميت على اليمين يعني هو واحد بلس. اذا فين الداله اللي غناخدها؟ ديما كنقول لك مشينا للرمز اللي فيه اكبر. شكون اللي فيه اكبر؟ هي هادي. دابا ناخد هاد الداله هادي وملي غنكون باغي على اليسار غنشوف الرمز اللي فيه اصغر اللي هو هذا. اذا غناخد هادي هادي ملي غنكونو على اليسار. دابا حنا خصنا غير اليمين. اذا اليمين غناخدو هاد الداله هادي. اذا غادي نجي نتعفس وغادي نعوض اش غادي نعوض اف دو اكس بعياش غادي نعوض بجوج جذر اكس اش كتنسى لي الداله حتى طويله شويه. اكس ناقص واحد اكس ناقص واحد زائد اكس زائد ثلاثة ياك. اذا نجي نعوض اول حاجه تعويض مباشر. اذا جوج غتبقى بلاصه هنا تبقى لي واحد ناقص واحد زائد واحد زائد ثلاثة. اذا هادي يعطيك جوج واحد ناقص واحد زيرو زيرو في جوج هو زيرو. شنو تبقى لك؟ غتبقى لك واحد زائد ثلاثة هي اربعة مزيان. واحد زائد ثلاثة هي اربعة. مع من غنقارنوها؟ غنقارنوها سيدي مع اف دو واحد. شحال اف دو واحد كتساوي؟ اربعة. اذا غادي نجي في هاد اللحظة اش غادي نقول؟ غادي نقول اذا ليميت على اليمين اف اكس كتساوي اف دو واحد اللي هي اربعة. اذا شنو يمكن لك تقول؟ اذا اف متصلة على يمين واحد يعني دونك اف كونتيني ادوا ديال من دو ان. احنا درسنا الاتصال لليمين. شنو يبقى لنا؟ اتصال لليسار. اذا نجي نحسب ليميت دو واحد على اليسار اللي هي ليميت دو واحد على اليسار. فين الداله اللي نخدم بها على اليسار؟ اذا شنو كنقول لك؟ لليسار يعني واحد ناقص غناخد الرمز الاصغر. يجي سيدي الرمز الاصغر ها هو هذا الثاني. اذا غنجبر اف دو اكس ونخدم بهذه الداله هذه اللي هي ناقص غنشوف واش غنعقل عليها ولا لا. عندك هي ناقص اكس اس اثنان زائد اكس زائد جوج على اكس ناقص جوج. تاكدوا بعدا اكس اس اثنان زائد اكس زائد جوج على اكس ناقص جوج. مثلا باش ماشي نبداو نحسبو عاد في الاخر قال لك راه غلطنا بالداله. اول حاجه التعويض المباشر. اذا هاد ناقص خليها غتولي واحد اس اثنان زائد واحد زائد جوج من تحت واحد ناقص جوج. اذا هذا واحد اس اثنان هو واحد. واحد زائد واحد هي جوج. جوج زائد جوج اربعة. اذا خلي ناقصها اربعة. واحد ناقص جوج هي ناقص واحد. ناقص مع ناقص زائد غتبقى لك اربعة على واحد اللي هي اربعة. اذا اش كتساوي؟ كتساوي كنمشي نقارن مع اف دو واحد. شحال اف دو واحد؟ اربعة. شنا غادي نجينا نقول؟ غادي نقول عندنا ليميت على اليسار دالة كتساوي اف دو واحد. اذا شنا غادي نقول؟ غادي نقول ان اف متصلة على اليسار. اذا اف متصلة على يسار واحد دونك اف كونتيني ا غوش دمن دو ا. اذا هي متصله على اليمين ومتصله على اليسار. اذا شنو غادي نقولوا؟ اذا الداله متصله في النقطه واحد. حيت ملي كيكون اليمين واليسار متصل اذا الداله كتكون متصله في النقطه. اقول ومنه نستنتج ان اف متصلة في يعني في واحد. أقول باغسوي اف اي كونتيني اون. إذا شنو النتيجة اللي غنخرجو بها هنايا؟
في الفقرة الأولانية دابا كونكليزيون، كونكليزيون يعني الخلاصة أو النتيجة. شنو الخلاصة اللي نخرج بها؟ نتيجة بين أن إف مالا متصلة على واحد بلس لانفيني، أو بين أن إف متصلة على مول لانفيني واحد. قلنا المشكل في واحد، بين أن في الجزء الأخراني أن إف متصلة في نقطة واحد. ثم اللي بفرنسي أكسب إف continue sur 1 plus l'infini, f continue sur moins l'infini 1, f continue en 1. Donc, il y a des choses qui sont les mêmes que nous avons dit. Et then, f, ça c'est là, à la d de f ou l'IA r. Et si je moins l'infini 1, ou moins 1 plus l'infini, je vais vous dire que 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 غير هو الاشكال اللي هنايا التعبير كيكون طويل هنايا، فهمت؟ هذا هو المشكل ديال التمارين بحال هذا، حيت فيهم واحد بزاف التعبير بزاف التخربيق، فهمتي؟ ماشي زعما اسئله هما ماشي صعابين، هما الديفو ديالهم طويل فيهم التعبير بزاف، فهمتي؟ ولكن خصك هادو باش يجيوك ساهله خصك تضبط القواعد، وملي تكون كتخدم في التمرين خصك تجرب، فهمتي؟ ما تبقاش تقيل في الكتاب. دابا هادي مثلا كنت كنخدم التمرين خصك تشلط بزاف باش ما يديلكش الوقت، صافي؟ اذا الأول قلنا بين الاتصال المجال الأول، موراها الاتصال المجال الثاني، بقينا المشكل في واحد دوسا الاتصال ديالو. إذا كنتمنى يكون هادشي هذا واضح ومفهوم، ونشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله.